الراديو 90 90 هواها مصري. مساء الخير على كل اللي بيسمعونا في يوم جديد وحلقة جديدة من يلا بينا على الراديو 90 90. كل يوم سبت بنكون معاكم من الساعة 12 للساعة 1 رغدة ورضوى، بنكون مع تجربة جديدة، مع قصة نجاح جديدة، مع مشروع جديد. عايزين نقول لكل اللي بيسمعونا كل سنة وانتم طيبين، عيد الأضحى الأسبوع الجاي، فيا رب يكون عيد سعيد على كل اللي بيسمعونا دايما على الراديو 90 90. وكل سنة وانت طيبة يا رغدة. وانت طيبة يا رضوى، وكل سنة وكل مستمع راديو 90 90 بخير يا رب. وان شاء الله السبت الجاي هتكون الوقفة بإذن الله، ويوم الحد العيد، وكلنا ان شاء الله نعيد في عيد الأضحى وننبسط في كل مصر يا رب. وبمناسبة بقى العيد، احنا قعدنا نفكر نعمل لكم حلقة ليها علاقة بالعيد، ليها علاقة بالمشروعات اللي ليها علاقة بالعيد. فأكتر مشروع ممكن يكون ليه علاقة بالعيد هو الجزارة. ويا سلام بقى لو يكون صاحب المشروع طور مشروع العيلة بتاعته. يعني عارفة يا رضوى، معظم محلات الجزارة تلاقي فيها الشباب اللي شغالين ورسين المهنة من أهلهم، من عائلتهم، فتلاقي كده جزار أبا عن جد. دي حقيقة. زي ضيفنا اللي منورنا النهاردة محمد حمدي شلبي، يمكن هو برضو زي ما رغدة بتقول ورث المهنة عن جده وعن والده، وكمان بقى دلوقتي هو اللي بيدير المحل مع إخواته. وكمان مش بس كده، هو طور في المحل، خلى في مفهوم جديد وهو الجزارة الحديثة. الجزارة الحديثة انك ما تشوفش اللحمة مثلا موجودة في الشارع، انك تلاقيها موجودة في فيترينات للعرض، وتكون مغلفة وتكون بشكل جديد وشكل فعلا يجذب ويشد الانتباه. ومش بس اللحمة، لكن كمان هو خلى المحل عنده بديكورات مختلفة جدا جدا. فيريد تدخلوا على صفحتنا راديو 90 90، وتدخلوا كمان على صفحته وتشوفوا الفرق بقى، وتشوفوا الصور اللي احنا بنقول لكم عليها. فعلا يا رضوى، صور جميلة جدا، والجميل انها من المنصورة. يعني فعلا الصور دي انتشرت بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا، وكل الناس بقت منبهرة انه ده محل جزارة في مصر في المنصورة. ايه النظافة والشياكة والرقي ده؟ وليه مش كل محلاتنا تبقى كده، بالطريقة دي، بالطريقة الشيك دي، بالطريقة انك تبقى حابب الشغل اللي انت بتعمله وتطور فيه زي ما محمد عمل. اكيد. تابعونا النهاردة في حلقتنا، هنعرف اكتر عن الجزارة المفروض تبقى شكلها عامل ازاي، خصوصا مع التطور والفترة اللي احنا فيها دلوقتي والتكنولوجيا. وهنعرف بقى نصايح لكل الناس اللي هتشتري لحمة في العيد، سواء لحوم اضاحي او حتى لحوم عادية. فتابعونا النهاردة، حلقة مختلفة جدا، وان شاء الله تكون حلقة مميزة. سؤال حلقتنا بنقول لكم، يا ترى لما بتروحوا محل جزارة ايه اكتر حاجة بتلفت نظركم؟ هل الشكل ولا الطعم ولا السعر ولا النظافة؟ 199 رقم الرسائل، والراديو 90 90 دي صفحتنا على الفيسبوك. فاصل وراجعين. يلا بينا مع رضوى حسن ورغدة الشيمي على الراديو 90 90. ومعانا النهاردة حلقة خاصة جدا جدا علشان عيد الأضحى المبارك، كل سنة وانتو طيبين. معانا جزار أبا عن جد، معانا محمد حمدي شلبي، جاي مخصوص من المنصورة عشان يحكي لنا ازاي هو مش معترف تماما بمقولة لن أعيش في جلباب أبي. بالعكس، هو طور بزنس العائلة من أول تربية المواشي في المزرعة لحد محل الجزارة والدبح والعرض وشكل المنتج والعرض والتسويق. منورنا يا محمد. منورنا. ده نورك يا رغدة، بنورك يا رضوى. أنا في الحقيقة سعيد جدا إن أنا معاكم النهاردة. أنا أسعد، وحمد لله على السلامة، جايلنا من المنصورة. الله يسلمك. في الحقيقة أنا سعيد جدا بالحلقة دي النهاردة، أنا أساساً جاء في وقتها. طب الحمد لله. قبل عيد الأضحى وفي أيام جميلة جدا إن شاء الله. كل سنة وكل مستمعينا بخير. وانت طيب يا محمد. احكي لنا بقى، قول لنا فكرة ان انت يعني من وانت صغير قررت ان انت تشتغل مع والدك، وكان عندك بقى طموح تطور مشروع العيلة المتمثل طبعا في الجزارة. في الحقيقة انا من صغري بحب شغلة والدي جدا اللي هي الجزارة. فكان عندي طلعات ان انا دايما اكون متفوق او متطور فيها. وفي الحقيقة انا دايما يعني شايف ان التطور مطلوب في اي مجال، ده حاجة جميلة جدا الانسان يكون متطور في عمله ايا كان شغله. فطبعا انا جيت فكرت ان انا ازاي اطور من شغلي. طب ان انا عشان اطور شغلي فيها يعني عدة مراحل انا ابتديت اعملها. بداية التطوير ما بدأش من المحل، بدأ من المزرعة، لان هي الاساس.
اساس الشغل الكويس او المنتج هيطلع كويس للعميل ده طبعا اساسه المزرعه. فطورت شغل المزرعه، بدات ان انا اتعامل مع القطيع اللي بيبقى عندي في المزرعه ان انا اتعامل معاه بطريقه احسن. طب اجيب دكاتره تغذيه تعمل العلف بطريقه احسن، دكاتره تدي تحصينات او امصال بطريقه بتقنيات عاليه، بعد كده اقدر اوصل للعميل جوده كويسه. يعني مش فكره بس ان المزرعه موجوده وخلاص، يعني المواشي موجوده فيها، فما فيش بقى اهتمام قوي بتاكل ايه، بتتغذى ازاي، الامصال، كل ده حضرتك قررت انك تطوره وتخليه قائم على اساس علمي يعني. بالظبط بالظبط يا رضوى، هو ده فعلا انا كنت عايز اوصله للمستمعين، ان انا بدات اطور في الحكايه دي، وبعد كده ان انا ابدا اطور في شكل الشغل او المحل نفسه. طب قبل ما نسيب جزئيه المزرعه دي، انا هقول لك على حاجه بس ما تضحكش يعني بجد، انا قريت قريت يا محمد انه في بعض الاماكن في اوروبا او استراليا لما البقره او يعني العجل بيسمعوه مزيكا وبيعملوه بطريقه معينه اللحمه بتبقى احلى واطرى وبيبقى مزاجه حلو، فهل ده حقيقي؟ حقيقي فعلا، حقيقي فعلا، ده فعلا يعني بيها. مش كلام بيقولوا لنا خلاص. وكمان هم بيستخدموه اكتر، مش حكايه ان اللحمه بس، ده هو بيستخدموه في الاماكن دي او في الدول دي بحيث ان بتبقى بتعمل عمليه استرخاء للاعصاب، فبيستخدموه اكتر في موضوع اللبن اثناء الحلابه. تمام. جربت طيب انت تعمل كده ولا ايه؟ ولا المرحله الجايه بقى؟ لا ده ان شاء الله المرحله الجايه. يعني ممكن نستفيد من ده ان المعامله الطيبه للحيوانات سواء بقى عجله او سواء بقره، يعني ده مطلوب علشان في الاخر يطلع منتج كويس. يعني ما ينفعش حد يبقى عنده مزرعه فيعامل المواشي او البهايم بتاعته بطريقه فيها عنف او طريقه يعني مش صح، ف ينتج منتج يعني غير صالح يعني للاكل. طبعا هو يعني هو كمان دينا نفسه حسنا ان احنا نعامل الحيوان بطريقه كويسه. طبعا طبعا اكيد. طب فكره المزرعه بقى فرقت ازاي يعني او اثرت ازاي على شغل المحل؟ هل بيبقى المنتج مختلف، جودته مختلفه اللي بيوصل للمستهلك يعني او للزبون زي ما بنقول؟ طبعا طبعا، هو اللحمه نفسها طعمها الكويس بيجي من العلف الكويس او من المعامله الكويسه احنا اتكلمنا عنها من شويه، فده بتقدر تدينا قطعه اللحمه نفسها. اولا بتبان من لونها، تدي لون لحمه كويس، ده ناتج عن العلف كويس اللي هو بيبقى لونه ايه؟ كويس، لون الوردي الفاتح، الوردي دايما اللحمه الصغيره تدي لون فاتح وردي شويه، اللحمه الصغيره في السن. تمام. غير اللحمه بكون كل ما اللحمه تكون كبيره في السن اكتر يعني لونها تدي لون الغامق. دي تمام. تاخد سوا وتبقى مفتله في الاكل وكده. فده العلف ده او التربيه كويسه ديت للمواشي بتدي لنا قطعه لحمه لونها كويس، ثم بعد كده سوى كويس اسرع، بعد كده طعم اجمل. تمام جميل. فبيبقى في النهايه الجوده كلها على بعض بتدي حاجه كويسه. بالظبط. ينفع ان احنا ناكلها وما نبقاش متضايقين واحنا بناكلها منها وتبقى حاجه جميله. جميل. طيب نتكلم بقى عن شكل المحل اللي برضو حضرتك قررت انك تطوره، مع ان ممكن بنشوف جزارين كتير محدش فكر انه يعني يعمل شكل مختلف لمحل الجزارة وبيتعامل بالطريقة التقليدية. بالظبط يا رضوى، انا سبق قلت لك من شوية إن, 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 ان لازم الموضوع تطور في اي مجال مطلوب. بالنسبة للمجالي انا الجزارة، انا يعني انا كنت بشتغل في المجال ومش راضي عن الوضع ان انا اعلق لحمه في معرضه للاتربه والرمال والعوادم السيارات، وشكلي غير يعني شكلي غير ادمي، مش كويس، مش عاجبني. صح. فحبيت ان انا اطور في القصه دي. احنا مش اقل من اي مكان تاني او اي بلد تانية ان احنا نحط اللحمه بفترينا ويبقى مكان كويس كويس ونتعامل مع اللحمه بطريقه كويسه بحيث ان هي توصل او نحترم المستهلك او العميل، عندك ان احنا نوصل له منتج كويس. صحيح. فده اللي حسني على كده ان انا اعمل حاجه كويسه واغير. جبت مهندس ديكور ولا عملت ايه؟ يعني ازاي وصلت للشكل الجميل ده اللي احنا شفناه في الصور اللي انتشرت على السوشيال ميديا؟ انا جبت مهندس ديكور بس انا اديت له نصايح كتير، لان هو اساسا استغرب لما رحت مهندس ديكور، استغرب عشان الفكره كانت جديده عليه. قال لي محل اعمل محل جزاره، ده حاجه جديده. طب انت عاوز تطلع ايه او توصل لايه؟ فانا بدات احط تصوراتي معاه وبدات اقول له نعمل ده ونعمل ده ونتشاور كتير ونتكلم كتير بصراحه، لان الموضوع كان بالنسبه له كان جديد عليه جدا،
وما يعني اول مره يشوف حاجه زي كده. بالظبط بالظبط، لان الجزاره كمان محل الجزاره تفاصيله كتير شويه. يعني احنا بنجيب المهندس الديكور يعمل لنا مطعم، يعمل لنا اي مكان، اي محل، اي منتج تاني هيقدر يعمله لانه مر عليه قبل كده او اشتغل فيه او معروف او متعرف عليه. انما انه من محل جزاره ديكوريشن زي ده كان صعب شويه، لان محل جزاره تفاصيله كتير. طب عيشنا كده في التفاصيل اللي موجوده في يعني ازاي انا هعمل اماكن اعلق فيها اللحمه جوه ورا الباترينا دي بطريقه احلى وكويسه وما تبقاش باينه وما تبقاش حاجه لطشه كده، تبقى حاجه جميله. فطبعا قعدنا نحط صوراتنا انا هو كتير لحد ما انا يعني بدات اوصله لل وانت كمان عامل مكان للاستراحه ومكان للقهوه وعامل كده حركات في المحل، في كورنر كده للكوفي القهوه وكده، وفي المكان استضافه للعميل. روح كويسه وجو جميل بصراحه. انا اقول لك على حاجه، اقول لك على حاجه يا رضا، انا لما جيت اعمل المكان ده او المحل ده شفت انا ما احب ادخل مكان اشتري فيه لحمه او اتعامل فيه، احب ادخل مكان شكله ايه؟ جميل جميل صح، لان الناس حطيت ده قدام عينيا لحد بفضل الله عليا انا وصلت له. طب الحمد لله الحمد لله. طب انت معاك بقى اخواتك او العيله لما انت خدت القرار ده قالوا عليك ايه؟ ايه ده مجنون هيطور ويعمل ديكور، ولا شجعوك، ولا ايه اللي حصل؟ بصراحه شجعوني جدا جدا، لان دي كان حلم عمري بصراحه ومن وانا صغير ان انا اوصل للمرحله دي. بفضل الله ربنا اكرمني ووصلت لها، واخواتي هم اصغر مني في سن صحيح، بس هم كانوا في ظهري دايما وما زالوا في ظهري. بنحييهم والله جدا. بجد وشجعوني جدا وشجعوني وادوني دفعه قويه جدا للامام. طب مقوين قلبي يعني صح. طب الحمد لله خليكوا لبعض. ربنا يخليكوا لبعض. ردود الفعل بقى من الزباين كانت ايه بعد ما شافوا المحل بالديكور الجديد بالتطوير بكل ده؟ في الحقيقه مردود كان كويس جدا جدا، اكتر ما انا كنت متوقع كمان. الناس بدات تيجي وتتكلم معايا وتقول لي احنا مبسوطين جدا ان احنا في مكان زي ده نقدر نخشه، نفسنا من زمان نتعامل في مكان زي ده بالديكور والشياكه دي، وكمان بيكمل الموضوع زي ما قلت لك ان انا اخش في مكان كويس وديكور جميل وجو حلو، وان انا اخش. واللي لفت نظر الناس جدا على فكره، انا عايز اوصله لكم يا رغده ويا رضوى، ان العميل لما بدا يدخل المحل بدا ان هو مبسوط جدا، وكلمني في حته ان هو مش متاذي من ريحه لحمه او دم او دي اهم حاجه. طبعا دي حاجه مهمه جدا، حاجة مهمة جدا، خصوصا ان المكان مقفول. مكيف يعني، فمقفول مكيف ومقفول، فلو مفيش نظافه دايمه وبشكل كويس هتبقى في لحمه ممكن تدي ريحه تضايق الناس شويه وتضايق العميل. فالناس بدات لقت المكان روحته كويسه. زاد على كل ده ان المنتج بالنسبه احنا كان معانا مثلا العملاء اللي عارفيننا طول عمرهم عارفين منتجنا. طبعا المحل الجديد ربنا كرم وجاء عملاء جداد عشان يعني على المحل الجديد وعلى من داخل المنصوره ولا من خارج المنصوره؟ داخل ومن خارج المنصوره على فكره، لحد مثلا من القاهره ومن كل حته بدا يجيلي تليفونات، وبدات على فكره اعمل دليفري خارج المنصوره كمان لحد القاهره من مصر. طب ده هايل، دي خطوه كمان اعتقد برضو مهمه جدا. طبعا خطوه جميله جدا. و تفتكر السوشيال ميديا فادتك في طبعاً الشغل بتاعك؟ طبعا كتير جدا بصراحه، ما كنتش اتوقع ان السوشيال ميديا ممكن توصل ترجح مشروع بالشكل ده، لان فادتني جدا. لان بدا يجي لي مربع لحضرتك، احنا كنا لسه بنتكلم من دقيقه ان بدا يجي لي اوردرات من خارج المنصوره. أيوة. القاهره ومن السويس ومن الاسماعيليه ومن محافظات كتير جدا. وقررت جدا كمان تعمل صفحه يعني على فيسبوك، يعني صفحه الفيسبوك بتاعه المحل بتاعتك انت برضو قررت تعملها في نفس التوقيت ده؟ بصراحه انا كنت عاملها من الفرع القديم من قبل الفرع الجديد، بس طورتها مع التطوير الجديد. يعني حتى يعني التطوير شمل الصفحه بتاعه الفيسبوك بتاعه المحل ده يعني التطوير هي صفحه مشجعه جدا على فكره. يعني اللي يدخل كده يحس انه ايه دوق احلى ستيك مثلا، فيحس ان هو لا يعني الموضوع فعلا مشجع جدا جدا. احنا لسه مكملين كلامنا مع محمد حمدي شلبي ضيفنا النهارده اللي بيكلمنا عن مفهوم جديد وهو الجزاره الحديثه، ازاي يكون في تطوير لمحل جزاره. تابعونا وخليكم معانا وشاركوا معانا كمان في سؤال حلقتنا، قولوا لنا اكتر حاجه بتلفت نظركم اول ما بتروحوا محل الجزاره، شكل اللحمه ولا الطعم ولا السعر ولا النظافه، على 199 9. بعتوا لنا رساله او على صفحه الراديو 9090 على الفيسبوك. هنطلع فاصل ونرجع تاني.
على الراديو 90 لسه موجودين معاكم، بنقول يلا بينا بمناسبة عيد الأضحى كل سنة وانتوا طيبين. النهاردة بنتكلم عن أكتر حاجة ليها علاقة بالعيد الكبير، الجزارة واللحمة. النهاردة ضيفنا اللي منورنا محمد حمدي شلبي، هو الحقيقة جزار أبا عن جد، وكمان قرر انه يطور مهنته ويطور شكل كمان محل الجزارة بتاعه، وجالنا من المنصورة عشان يكون موجود معنا النهاردة. سؤال حلقتنا بنقول لكم أكتر حاجة بتلفت نظركم لما بتروحوا محل الجزارة، ايه؟ الشكل ولا الطعم ولا السعر ولا النظافة؟ عندنا محمد فكري بيقول السعر اكتر حاجة، هاجر بتقول كل دول بيلفتوا نظرها، وعبده كمان برضو بيقول كل دول، كمان احمد الحايس برضو بيقول كله، في اسامة بيقول النظافة اهم حاجة، في كمان صلاح بيقول برضو اهم حاجة ان يكون في ضمير، اكيد طبعا النظافة، عمدة برضو بيقول النظافة، اسلام كمان بيقول النظافة، ففي يعني بين النظافة وبين كلهم. ايه رأيك؟ اكتر حاجتين لفتوا نظر الناس. ايه رأيك في الاجابات يا محمد؟ النظافة طبعا اهم حاجة رقم واحد طبعا، ويأتي بعدها بقى كل العوامل او العناصر الباقية. هو لو في نظافة بقيت العوامل هتبقى متوفرة. قصدك بقى الشكل والسعر، بس السعر ممكن يبقى اغلى. هو ممكن في تفاوت في الاسعار. هو السعر ممكن يكون في تفاوت الاسعار. هنتكلم عن موضوع السعر ده وليه في تفاوت في الاسعار، بس خلينا الاول ناخد حد من زباينك. ايه رايك؟ حد من اللي تحمس جدا للتطوير اللي انت عملته في الجزاره بتاعت العيله. مساء الخير استاذ محسن. اهلا بيك مساء النور، اهلا بيك رضوى ورغده، السلام عليكم على كل الساده المستمعين وعلى الاستاذ محمد شلبي. اهلا بحضرتك استاذ محسن، ربنا يخليك يا غالي، ربنا يخليك استاذ محسن. قول لنا بقى كده في البدايه، حضرتك ازاي عرفت المحل؟ يعني هل عرفت بقى الفرع الجديد ولا كنت بتتعامل معاهم من زمان من قبل التطوير؟ هو خلينا بس قبل ما نتكلم عن ازاي عرفت المحل نتكلم اساسا على المرحله اللي مصر بتعيشها النهارده، محتاجه هذا النموذج من الشباب اللي بيطور نفسه، اللي ما بيركنش على نجاح قديم او نجاح موروث، اللي بيكبر نفسه. دي صوره ايجابيه اكثر من رائعه. طبعا انا بالنسبه لي المحل، احنا الوالد الله يرحمه والوالده كانوا بيتعاملوا مع المحل بتاعهم القديم اللي لسه موجود لحد النهارده. تمام. كانوا يتميزوا بكلمة جميلة جدا عن هذا المحل بسمعها من وانا طفل، يا جماعة حمدي شلبي ميزانه مظبوط، الله يرحمه اللي هو والدهم. اتعاملت معاهم لقيت بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا يعني يكرمهم يا رب، لقيت جزئية الضمير اللي بتشمل كل الأسئلة اللي انتوا قلتوها بقى، النظافة ولا السعر أو, أو 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 لقيت حتة الضمير والأمانة، أنا مش محتاج أكتر من كده. المحل الجديد كان بالنسبة لي مصدر سعادة جميل جدا، ان هو نجح بشكل كبير على السوشيال ميديا، ان هو الناس نقلت الديكورات بتاعته والناس كانت تروح تتطور فيه، لقيت حاجة جميلة. قلت له عم انا خاف اشتري من المحل ده، خليني في المحل القديم برضو. يعني لا خفت بقى، لقيت قال لي لا على فكرة دي نفس الاسعار وكل حاجة، طبعا برغله بهزار يعني. في المحل الجديد طوروا نفسهم بقى شوية وجابوا مجموعة منتجات اللي هي مثلا حمام، فراخ، واختبار حضرتك. فأنا أحب حاجة زي كده، أحب الشباب يكون بهذا الشكل وبهذا الأسلوب، وأنا بحييهم وأنا بسمع الحلقة من أولها، شيء جميل منك ومن أسرة البرنامج. بنشكرك شكرا جزيلا يعني أستاذ محسن على الكلام الحلو ده، وفعلا هو محمد معانا النهاردة عشان هو نموذج للشباب إن هم يقدروا فعلا أنا بحييه. يشتغلوا ويحبوا شغلهم. الجميل ده بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا نورتنا. اشكرك يا رب، اشكرك شكرا. طيب يعني حاجة جميلة وحلو انه يكون في حد كده يعني متابعكم من زمان او بيتعامل معاكم من زمان وكمان يواكب التطور الجديد يا محمد. بالظبط، هو فعلا حتى المحادثة اللي قال عليها اللي حصلت بيني وبين ده حصلت فعلا، قال لي لا انت الديكوريشن الجديد ده والشغل الجديد ده انا اقلق منه، هتغلي السعر بقى. السعر على فكره زي الفرع القديم بالظبط. هو لفت نظر الحاجه دلوقتي استاذ محسن، انا نسيت اكلمكم فيها رغده، ان هي فعلا موضوعنا ده اخرنا موضوع الطيور بطريقه نظيفه وكويسه. بدانا رايح العميل من انه يروح مكان مش واثق فيه يجيب منه طيور، وصلنا له يعني برضو جبنا له لحد المحل طريقه شيك وطريقه كويسه. زائد ان احنا بنتميز بفضل الله بالمصنعات اللي احنا بنعملها،
البرجر السجق ده تطور برضو عملته في المحل عندك. الفطور متبله ولحمه متبله برضو وجاهزه للشوي وكده، ده تطور. طب انا عايز ارجع معاك يا محمد لجزئيه تفاوت الاسعار، ليه بنلاقي الاسعار اللحمه مش موحده، يعني ممكن نلاقي اسعار متفاوته، بيبقى على اساس ايه؟ هو على عده اسس بصراحه. قول لنا بما اننا داخلين على العيد وناس كتير هتروح تشتري لحمه، فعايزين نعرف ازاي يقدروا يقولوا اه دي سعرها كويس. بتبدا من الجوده طبعا، الذبيحه دي او اللحمه دي لما تكون سنها صغير كل ما يكون سعرها بيعلى، دي حاجه. الحاجه الثانيه اللحمه دي مذبوحه في المذبح ولا خارج؟ طبعا احنا بنذبح عن طريق المذبح، لازم طبعا مشروع قانونا بكامل. يبقى في المذبح صحيا بالظبط كمصاريف حتى المحل، فطبعا ده بتفرق في سعر اللحمه. زائد مثلا بنتكلمنا في الاول على طريقه العلف، ده كله مثلا بالتكلفه بحيث ان نوصل منتج كويس، فبتنعكس على سعر اللحمه. تفرق بقى عن مثلا تكون لحمه كبيره شويه في السن سعرها يكون اقل. الكبيره بتبقى اقل. سعر اللحمه بيفرق حسب جودتها. حسب جودتها. طيب وبما اننا برضو داخلين على العيد، فعايزينك كده تنصح الناس وهم بيشتروا لحمة او بيختاروا ان هم يعني سواء هيعملوا اضحية او هيشتروا لحمة عادية، يقدروا يختاروا اللحمة الكويسة ازاي؟ يشوفوا ايه بقى؟ خلينا نبدأ في موضوع اللحمة. احنا اتفقنا وقلنا من شوية ان اللحمة الكويسة بتبان من اول حاجة من لونها. تمام. اللي هو لون وردي الفاتح. بتديني بتعكس لي ان اللحمة دي صغيرة في السن. بالطريقه دي هتستوي بسرعه، هيبقى طعمها كويس. تاني حاجه تكون لحمه مختومه، الختم بتاع المذبح ده طبعا بيدل ان هي مذبوحه داخل المذبح وتحت اشراف طبي. ده بالنسبه لموضوع اللحمه. طبعا بقيت العوامل اللي اتكلمنا عليها النظافه والكلام ده بتبقى بتبان بالعين المجرده بقى قدام العميل، بيشوف قدامه المكان اللي هو داخل فيه، ولازم يكون تكون من مكان موثوق فيه. تمام. يكون من جزار كويس موثوق فيه. بالنسبه لموضوع الاضحيه، احنا يعني هو عشان انا اشتري اضحيه كويسه سواء خروف كويس او عجل كويس او اي حاجه كويسه، هي بتبان قدامي مثلا بتكون حاجه كاسيه باللحم قدام عينيا، العظم مش ظاهر اكتر، اللحم باين اكتر، بتبان بصحه كويسه جيده قدامي، حاجه كويسه. فتكون طبعا احنا قلنا طبعا لازم يكون عن يعني لو احنا مثلا بندبح عجل للاضحيه لازم يكون مثلا عنده سنتين. هنعرف ازاي لو عنده سنتين؟ بيبان من سنانه على فكره، بيغير سنانه العجل بعد سنتين، بيغير سنتين، هنلاقي سنتين كبار عن بقيه السنان. هم مغيرهم بالطريقه دي نعرف اللي هو العجل ده عنده سنتين. المفروض انا كحد بيشتري يعني هقدر اركز مع حاجه زي كده، هعرفها افحصه يا رضوى. افحصه اشوف عند بقه كده واشوف السنتين اللي بيقول عليهم. سمحت واشوف هيبان كل حاجه. طبعا في حاجه كنت عايز انصح الساده المستمعين بيها، يا ريت، لان ناس كتير جدا بتقع في المشكله دي وفي الخطا ده اثناء الذبيح في الاضحيه. في ناس كتير دايما بتشتكي وبتكلمني دايما تقولي ليه اللحمه بتبوظ مني في الاضحيه. تمام. اللحمه لما بتتقطع لما بتتذبح الذبيحه وتتشفى وتتقطع وهي سخنه وتتعبى في اطباق او في كاس وهي سخنه تتغلف لازم تبوظ. فانا بنصح الساده المستمعين ان احنا لما نذبح الاضحيه بتاعتنا نسيبها تتهوى بشكل كافي لمده مش اقل من ساعتين او اكتر، بعد كده نبدا نشفيها ونبدا نقطعها وهي بارده، ما نغلفهاش وهي سخنه. يعني اسيبها مده قد ايه؟ مش اقل من ساعتين ثلاثه. مش اقل من ساعتين ثلاثه. العلقه تنزل ميتها تنشف تتهوى، بحيث ان انا لما اقطعها واغلفها في اطباق تبقى اللحمه بارده ما تتحطش على بعضها وهي سخنه. بحطها في الفريزر. حتى لو انا حطيتها في الفريزر، حتى لو انا حبيت احطها وهي سخنه احطها في الفريزر برضه هتبوظ يا رب. برضه هتبوظ يا رب اكيد، لان هي حطت على بعضها وهي اتغلفت وهي سخنه. ما خدتش وقتها في التهوية او تتهوى. والتغليف الصحيح بقى اغلفها ازاي؟ التغليف الصحيح ما احطش في الطبق الواحد او في الباكج الواحد اكتر يعني قطع كتير جدا، يعني اخلي اللحمه برضه مش فوق بعضها كتير. يبقى فيه زي فراغات او فيه مسافات فراغات يعني تهويه او مسافات. واغلفها بطريقه كويسه وزي ما اتفقنا قبل كده اغلفها بعد واقطعها واغلفها بعد ما تبرد او تتهوى. عمليه الذبح بتفرق من جزار لجزار، يعني في مثلا جزار اشطر من التاني او يعني اسرع، مش عارفه التميز في المهنه بيبقى على اساس ايه، فلو تقول لنا برضو. هو مش في الذبح كذبح نفسه، هو الموضوع في اللي تفرق في المهاره في التشفيه، في اسرع وفي امهر.
ان انا ازاي اطلع العظم من اللحم بطريقه ان انا ما اهدرش. في ناس برضو بتشتكي على فكره كتير جدا ان الناس بتطلع في العيد بتبقى مستعجله في الذبيح والتشفيه وده وبيطلعوا بيهدروا لحم كتير في العظم وكده. فدي تفرق في المهاره طبعا. مهاره لازم يكون متدرب كويس. هو احنا في الحقيقه من ضمن التطور اللي انا بكلمك فيه يا رغده ان احنا لما جينا نتكلم في موضوع التطور وصلنا برضو للذبيح في الاضحيه. ازاي؟ ان ازاي انت تيجي ان العميل يجي هو وعيلته يقعد ويتفرج ويستمتع بيوم جميل جدا وياخد لحمته او منتجه حاجته تتذبح اضحيته تتذبح قدامه وياخد حاجته كانه واخدها من المحل. مش بقى يوم عيد وزحمه والدنيا مت على بعضها وياخد حاجته مش بطريقه مش كويسه ياخد حاجته متغلفه بطريقه كويسه وبرضه من الضروريات بقى زي ما احنا قلنا من شويه تغلف بطريقه جميله وياخد حاجته بطريقه جميله جدا. تقصد ان انت عايز الناس تستمتع باليوم ده طبعاً. وان كل واحد فينا هيعمل اضحيه يحاول ان هو يقضي هو وعيلته وقت حلو بدل يوم اول يوم العيد. اليوم ده عبء عليه وتعب. في ناس بقى لهم ده ساعات بتحسوا يعني من الناس بتحسهم من الرابط بحلوم انه بيمثلوا عليهم عيب كبير جدا. صح. لا احنا عايزين نوصل انه هو يوم جميل استمتع بيه وده المفروض يحصل. ده المفروض طبعا طبعا طبعا. تسمح لي نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا؟ فضل. يلا بينا على الراديو 90 لسه موجودين معاكم وبنقول يلا بينا مع ضيفنا اللي منورنا النهارده في الاستوديو محمد حمدي شلبي اللي قرر انه مش بس يبقى عنده محل جزارة تقليدي لكن كمان يطور من مهنته ومهنة جده ومهنة والده ويطور من شكل المحل ومن الطريقة التقليدية للجزارة اللي كلنا ممكن نكون عارفينها ان اللحمة تبقى متعلقة في الشارع وما لهاش فيترينات عرض وما الى ذلك. يعني هو قرر انه يغير ده ويعمل شكل مختلف تماما. بنتكلم لسه وبنسمع نصايحه عشان خلاص العيد اسبوع ونقول كل سنة وانتوا طيبين. فبيحكي لنا اكتر عن بقى النصايح ازاي نختار اللحمة بطريقة صح. يمكن يا محمد يعني من الحاجات برضو اللي بتلفت ساعات نظرنا انه في وقت الاضاحي جزارين ما بيبقوش عارفين كل قطعة من قطع اللحمة تستخدم في ايه. يعني في الشاوي مثلا ولا مع يعني مع الاكل بقى زي الفتة وغيره وبوفتيك. ده برضو بتبقى مشكلة بتقابل ناس كتير. بصراحة ده اللي انت سألتني السؤال اللي سألتني فيه قبل ما نطلع فاصل اللي هو الموضوع المهارة. ده بيشمل موضوع المهارة. ان انا مثلا لما العميل بيجيني ويقول لي انا عاوز اكل بوفتيك فبضطر مثلا يعني اجيب له اوجهه لحته قطعه لحمه صح. اجيب له قطعه لحمه تنفع معايا بوفتيك وتبقى معاه طريه ستيك بسرعه تقطم معاه في الاكل ستيك مثلا عايز قطعه سميكه شويه. احنا في الحقيقه عندنا بالنسبه لمحلاتنا فريق العمل عندنا احنا دايما بنديله توجيهات وبيكون هو على خبره عاليه جدا بحيث ان هو ما يدخل العميل على فكره بتدخل له رغده لاي شيف واقف في المحل تقول له عايز اكل بوفتيك او اعمل كباب حله او اشوي بيبدا هو يوجهك لقطعه اللحمه الصح. يمكن انت بتشاور على جزئيه مهمه وهي فريق العمل في اي مشروع او عمل او شركه طبعاً. لو انت مش واثق في فريق العمل بتاعك ومتدرب كويس ممكن المشروع يبوظ. اكيد اكيد لان فريق العمل لو مش متدرب كويس وفاهم ممكن يوقع اي مشروع. فده اللي انا كنت بشير ليه للساده المستمعين من شويه ان حضرتك لو دخلتي مثلا عندنا المحل وقلت مثلا انا عاوزه قطعه لحمه او لحمه معينه فهو لو انت ما قلتوش هتعمليها هو اوتوماتيك هيبدا يسالك عايزاها ليه حضرتك هتعمليها ايه. دي تفرق على فكره. والله انا عاوزه لحمه مفرومه حضرتك هتعمليها كفته ولا هتشويها ولا هتعمليها صينيه ولا هتعمليها ايه بالظبط بيبدا يسالك بتقولي له بالتالي ابدا اوجهك قطعه اللحمه الصح لان كل حاجه ولا حاجه اكيد. طب اوجه الجزار بتاعي ازاي؟ يعني احنا خلاص داخلين على العيد وهيكون ناس كتيره جدا بتضحي فتقول الجزار بتاعها ايه اديني ايه الايه مثلا يعني قطعه ايه للشوي قطعه ايه لو تقول لنا برده لو انا دابح خروف مثلا وعايز اشوي هاخد الريش بتاعته اقول له قطع لي الريش بطريقه تنفع تصلح للشوي. لو مثلا دابحين بقر او كده او رجول هناخد العمود الفيليتو دي القطعة بالنسبة للعجول اللي تنفع للشوي اللحم البقري اللي تنفع للشوي الفيليتو. تمام. فهي بتبقى كده انه كل قطعة ليها استخدام. بالظبط بالظبط كل قطعة ليها استخدامها وطريقة تقطيعها على فكرة تفرق. على فكرة لو اللحمة جودتها كويسة وصغيرة في السن
وما تقطعتش صح ممكن السواء مبقاش كويس وفي وتبقى مفتله في الاكل حتى لو صغيره يعني ممكن يجي ياكلها يفكر ان لحمه مش صغيره بس هي قطعت غلط او استخدمت بطريقه مش صح. تمام. فبرضو دي حاجه بتعتمد على المهاره. بنرجع تاني لفكره المهاره اللي كنا بنتكلم عنها بالظبط. عايزه ارجع تاني لفريق العمل. فريق العمل المفروض يكون يعني اللي بيشتغل في محل جزاره المفروض يكون مدرب على ايه؟ اول حاجه الاستقبال العميل، يسمع العميل بشكل كويس ويعرف طلبه بشكل كويس برضه، ويكون مدرب ان هو زي ما قلت لحضرتك من شويه ان هو يسال العميل هتعمل اللحمه دي ايه. ممكن يكون العميل مش عارف يعني مش عارف دي ايه ينفع لايه. هات لي مثلا لحمه حمراء، طب انت هتعملها ايه؟ فلازم يساله ويكون مدرب ان هو يعرف طلب العميل كويس ويلبشين اللي بقوله كويس. تمام. طلب طريقة أجمل. أكيد. قبل ما نختم بقى، التطور اللي جاي هيكون إيه بقى يا محمد؟ اللي هتقرر تعمله ولا خلاص كده؟ لا لا لا، أنا بكده مش خلاص. أنا إن شاء الله عدد طلعات أكتر من كده بكتير، وإن شاء الله إحنا بنعرف نقول السلام المستمعين إن شاء الله في فروع تانية أكتر وسلسلة محلات في القاهرة وأكتر من مكان إن شاء الله رب العالمين. ان شاء الله يا رب ربنا يحقق لك كل احلامك. ربنا يخليك يا رغده، ربنا يخليك يا رغده. بس انا بعرف يعني التطور ما وقفش لحد النقطه دي، لا انا بعتبر دي بدايه مش نهايه. كلام جميل، حلو قوي ان كل واحد ما ينجح يقرر ان دي البدايه علشان ينجح اكتر. بالظبط كده بالظبط. جميل. احنا بجد بنشكرك على وجودك معانا، وبنشكرك كمان انك جيت لنا من المنصوره، حقيقي نورتنا. وسلامنا لكل اهل المنصوره بقى من دريه. طبعا يا رغده، شكرا يا رضوى، ده انا اللي سعيد جدا جدا وسعيد جدا اكتر ان انتوا تدوني فرصه ان اقول لكل مصر وكل سنه المستمعين كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك، ويا رب يعودوا عليكم بالخير. كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وانت طيبه يا رغده، وكل مستمعي راديو 90 90 طيبين. وانت طيبه يا رضوى. حلقتنا خلصت. كل سنه وانتم طيبين، عيدوا بقى واتبسطوا، واستنونا في حلقه جايه من يلا بينا.